وليش كنخافش بزاف من الموت على الناس اللي كنبغي، على الناس اللي كنبغي. الصحه هي اهم حاجه، شتي الا بغيتي تدعي لوحده مراه دعي ليها بالصحيحه. الوالده ديالك مريضه؟ لا، الخاله ديالي كانت مريضه لان هي كنعتبرها الام الثانيه ديالي في يعني في حياتي. ف يعني من بعدها وليت كنخاف بزاف على ماما. خالتي جات بحال الصدمه. ما كانت ما مريضه ما والو؟ لا ما كانتش، كانت مريضه مي ما كناش، هي ما كانتش عارفه وحنا ما عارفينش. ففي ظرف تقريبا 6 شهور صافي مرضاش بزاف ماتت. فكانت هذاك لو شوك اللي خلاني وليت كنخاف بزاف. ما كنخافش على راسي، كنخاف غير على عائلتي. وليت كنخاف بزاف من الموت على الناس اللي كنبغي. ما أما على راسي ما عنديش مشكل. الوالدة تأثرت بزاف في الوفاة ديال الأخت ديالك؟ كلشي تأثر، العائلة كاملة تأثرات و شي الموت شي حاجة صعيبة، شي حاجة صعيبة بزاف. فهي هي اللي كانت هذه كانت صدمة كبيرة في حياتي. يمكن الناس